البسي هدومك حالا. هنروح على فين بس يا فتحي؟ المهم قول لي كلمت ابوك؟ ايوه، وقال لي روح هات مراتك وابنك وتعالى حالا. انت بتتكلم جد يا فتحي؟ انت الاثنين اتكلمتوا؟ ايوه. اوه ده وقته. الو، ايوه مين؟ ايوه يا سالم، في ايه؟ ايه؟ معرض مين اللي اتحرق؟ انت المعرض بتاعنا؟ طب انا جاي حالا حالا. في ايه يا فتحي؟ المعرض ايه اللي بيتحرق؟ اول ما اتصل كلمني يا فتحي. رتبت كل حاجة تمام يا حاج. الواد هيكون في حضنك وفي حضن سته للنادي. اسمعنا يا براي، انا عايز شغل نظيف، مش عايز مشاكل. انا مكلف احسن رجال عندنا يا حاج، وببسطهم قوي اخر انبساط. طيب انا هسبع البيت وانت شويه كده وحصلني بالواد، لا من شاف ولا من دري. ساعه زمن يا حاج والواد يكون في حضنك. ليش يعني انه في حد جاي؟ مين الناس دول؟ الحقيقه دول ناس جايبين لي امانه ما كانتش تخطر على بالك ابدا. يا اختي ايه الالغاز اللي بتقولها دي يا حاج؟ لا الغاز ولا بتاع. دلوقتي انت مش كان نفسك تبقي ست الستات كلهم؟ ربنا يخليك ليا يا اخويا، ما انت مخليني ست الستات. بس انت عايز تقول ايه؟ خلاص اديكي قاعده معايا وهتشوفي بنفسك الحكاية. يو خاسمك النبي الحاج، لا تقول، طفي شوقي يا اخويا. عليه الصلاة والسلام. الحياة أصلها حكاية معقدة، وأنا لو حكيتها لك هتبقى عاملة زي ما تكون حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة. ما أنت عمال تقولي حواديت من الصبح، ما تقول في إيه بقى يا حاج؟ ابنك المحروس اللي مفيش على الحجر غيره، واللي أنا صرفت عليه قد دماغه فلوس عشان يتعلم، واللي انت كمان عملت له المعرض اللي بيتباهى بيه دلوقتي. حد يصدق ان الواد ده يعملك طيشه ويروح يتجوز من ورانا؟